في رزق نزل السوق، ما في رزق غلي السوق. كل صح لي لكان رزقنا هذا. مثل ما عم شغلت عم تاكل. الحل عند الله مو عندي نحن. ما في تحكم. هاي أسواق عرض وطلب. ما في شيء اسمه سعر ينزل لأنه الدولة بدها إياها تنزل. أنت برأيك موضوع التصدير بيأثر على التصدير؟ طبعاً كله بيؤدي للارتفاع. هلا بكرة مثلاً إذا طلبوا العراق بندورة وبدون هالصنف، هالصنف بيحرقوه بس عشان ياخذوا له برا. ما في تصدير بتلاقي فيه كسات بالبضاعة بالسوق، ونفس الوقت بيصير في ضرر للمزارعين. بشكل عام بده يكون في دعم للمزارع وقوة زراعية. هو المازوت هل أهم شيء يعني؟ متى ما رخص المازوت الأجار بيرخص شوي. تصدير المنتجات الزراعية لبرا البلد، شو برأيك عم تأثر على؟ لا بالعكس، بيفيد البلد. بيفيد البلد لأنه في عنا كم هائل لحنا. بيأثر طبعاً، هلا طالما أي صنف نحن عم سامحين بتصديره. ارتفع دغري بوقف التصدير. مباشرة بوقف التصدير. بوقف التصدير حاجة البلد أهم. يد العاملة غالية، النقل. نقل غالي كتير. لا كان عم تأثر، لا كان تيجي عم يحطون بالبرادات كيلو بطاطا مثلا بخمسة باربعة آلاف، يحطونه بالبراد لما يجي يتخف البطاطا يصير يبيعونه بسبعة وثمانية ويقول لك ما فيه وفيه. كله عم تودر الناس البطاطا عم تودرها. الحل والله هالدولة والعالم أوسع النظر يعني ما في تصدير كتير، خفيف جدا تصدير. يعني شو التصدير اللي بده يأثر؟ إنما التكلفة هي الغالية. الخضرة بتعتبر مثل الميت، إكرام ميت ترحيله أوام رحله. وهذه المية الخضراء مية مجمدة ما فيك تصبر عليها، اجاك سعلبك تمشيها دغري. سوق الهول عبارة عن عرض وطلب، في طلب بده يغلى السعر، ما في طلب بده ينزل السعر. من طول عمرنا السوق هيك. شو عم يصدروا هلا؟ شو في استيراد وتصدير؟ بالعموم يعني استيراد وتصدير الشغلة خفيفة جدا هالايام هاي. لا التصدير ما له علاقة، يعني في عندنا كمية كبيرة بالحمضيات. نحن بنتمنى يفتح تصدير الحمضيات، لأنه يعني إذا ما صار في تصدير حمضيات الفلاح الحمضيات السنة ما بيستفيد شيء نهائيا. باقي المنتجات الزراعية بالعموم المنتجات الزراعية ما بتتأثر بالتصدير؟ هلا إذا ما في تصدير بتتأثر. إذا ما في تصدير بتتأثر كل شيء انخفاضا كثير. تنخفض الأسعار؟ تنخفض كثير إذا ما في تصدير. لأنه ما بتجيب همه، ما بتجيب كلفتها. كل مادة بتتصدر بترتفع. بصير في لها طلب لكان. أي مادة بتتصدر بصير في عليها طلب بصير بترتفع سعرها. وإذا كانت موجودة بالسوق بينزل سعرها. طيب شو اللي عم يأثر على ارتفاع الأسعار؟ هلا هو نهاية موسم، مثلا البطاطا نهاية موسم. البندورة في كلفة عليها. طيب موضوع التعبئة والنقل والأساس. إجباري في يعني هلا مثلا كنا نحن ندفع مثلا 65 ألف أجار سيارة من حمص لهون. اليوم عم ندفعها مليون. هلا التصدير أول شغلة المادة الأولى، يعني الصنف الأول، متى ما طلع الصنف الأول بده يغلى المادة، شو ما كانت تكون. يعني شو ما كان يكون بالسوق موجودة المادة رقم واحد، طلعت من السوق ما نتغلي سوقك. وقفوا تصدير البطاطا، رخصت من 7000 ل5000. هلا حاليا ما في عنا أي موضوع تصدير، ما في أي شيء عنا هلا تصدير، موقفين التصدير نهائي. هلا المواد الأولية كالمازوت الفلين العبوي هي اللي عم بتأثر على الغلاء هذا.